الحساد هو مستشتري في كل القطاعات وفي كل الميادين وفي كل الإدارات. تمشي للبوسطة تشد الصف، بنك تشد الصف، خبز تشد الصف، تولي من صف لصف. ليش نبدأ ونختم كلامي؟ سي قيس علينا عزيز وغالي، بعد ما عمر وشيد اليوم الصباح رئيسنا بالبلدان سيد. سيتان بوان دو ديريكاسيون، معناتها ما نعرفش انا كيفاش يلزمني. لا ريزون لاكيل قلت لك انا خلقت فديت من تونس. رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد يتحدث على إخلالات وتجاوزات في البنك الفلاحي من خلال زيارته، قال ثم عشرات المليارات تمنح لشركات وهمية وأيضا لأشخاص من دون ضمانات. إخلالات موجودة، إخلالات في كل قطاع موجودة، مش في البنوك. بنوك هي رابحة، تجارة مربوحة، فهمتني؟ ولذا شيء هذا أنا مقتنع به، كلامه كله صحيح. وتحب نعطيك قصيدة حتى لقيس سعيد؟ نعمل لك زاد. ما أنت تكتب في الشعر؟ نكتب كل شيء. نبدأ ونختم كلامي سي قيس علينا عزيز وغالي، بعد ما عمر وشيد اليوم الصباح رئيسنا بالبلدان سيد، بعد ما كان يسهر ويجول اليوم بتونسنا مستور، كل شيء يزول وسع البال جبل المكسور. يا ربي تحفظنا في أقرب فرصة تسعدنا في الانتخابات، نتمنوا من مدة وإحنا استنوا. بدينا بالجلسة واليوم للانتخابات وصلنا. يا ربي تفضل غالينا سي سعيد، راهو منا ولينا. نختم كلامي للي رباني وعلمني وقراني سي سعيد علينا عزيز وغالي والسلام. تاعي ما نكتب حتى أي، وأنا عندي جي 50 قصيدة. تكتب للرؤساء ولا القيس سعيد؟ لا أي حاجة، حتى على السياسة نكتب، حتى على السياسة، على كل شيء. فهمت؟ حاجة على البنوك. اسمعني. عيش حياتك وانت مرتاح، كتحط راسك على المخدة ما تقوم كان الصباح. عيش حياتك بالطول وبالعرض، واطلب من المولى يشفينا من هالمرض. أزهى للدنيا تزهالك، وحط ربي ديما في بالك. صلي وصوم لا تنبر لا تلوم، وبحب المولى كل مغروم. يا صاحبي في هالدنيا حتى شيء ما يدوم. أعمل كان الباهي بقدرة ربي تعدى أيامك زاهي، واحمد ربي على اللي أعطاك ذرية. شوف محلاهم تتمنى تعدي وقتك ديما بحذاهم، واطلب من المولى يصونهم ويرعاهم، بقدرة ربي وقت الشدة تلقاهم. عيش حياتك وانت مرتاح، تحط راسك على المخدة ما تقوم كان الصباح في البنك. انت انا موهبة من عندي، من عند ربي. كل موهبة نكتب على كل شيء، على السياسة، على الوعد، ونكتب على كل شيء. انا نعيش مواطن بالخارج، اول مرة في حياتي باش خلقت، اول مرة قلقت من تونس ونحب نروح، نحب نرجع. ما فيها حتى شيء يعيش بصراحة. مثلا في امور نتاع تقولي على نتاع البنك الفلاحي، بصراحة سي تان بوان دو ديريكاسيون، معناتها ما نعرفش انا كيفاش يلزمني. ما نفهمش كيفاش الناس اللي لاباس عليها تمشي تاخذ قروض من غير فوائد، واللي حاجته بها فريمون، كما مثلا كما قلتوا لي زاغريكولتور هذوك اللي يحبوا يعملوا مشاريع ويحبوا ما يعطوهمش. ليش نقطة استفهام نحبوا نعرفوها. علاش بالحق انا اهلي فلاحين والكل يستاهلوا معناتها قروض ويستاهلوا اعانه، ولكن هما ما ثماش، ما يمشوا ما يعطوهمش او يطلبوا عليهم للدوبل. عليه لي زانتيري قويه هنا في تونس؟ عليه في فرنسا مثلا ما تفوتش 1-2% الماكسيموم، ياخذ دار لي زانتيري نتاعو يطلبوا له 2.5 لو ماكسيموم هنا 7-8%. علاه قلت لي قلقت؟ شنو اللي قلقك؟ قلقني والله كان تمشي تعمل ورقه في الاداره ما تلقاش راحتك، وارجع غدوه وارجع بعد غدوه. معناتها برشا حاجات معناتها انا ما عادش تشوف. تمشي للبوسطة تشد الصف، بنك تشد الصف، خبز تشد الصف،
تولين من صف لصف ليش؟ كل من نهار كم والله صدقني مشيت للبنكة ضربت 3 سوايع ونص خرجت باش ناخذ الخبز شد الصف انا خلطته وقال ما عادش خبز. هذه بلاد استنى قال لك مثلا استنيت بعد لو وصلت قال لك والله مازال بالحق مازالوا قدامي 4 ولا 5 من الناس وانا وصلت قال لك لا ما عادش فلو ما عادش خبز سيفيني انا بلو. معناتها نصف النهار نعديه باش ندخل للبنكة عندي ما نقضي وساعة ولا قديه باش ناخذ خبزة وفي الاخر يقول لك لا ما عادش. هذه عيشة؟ والله انا مش عيشة. لا ريزون لاكيل قلت لك انا خلقت فديت من تونس ولا عندي 45 سنة نعيش في الخارج ولكن جيت لتونس باش نتهنى وبنت الله وخذيت لا روتريت وباش نقعد هنا في تونس. لا يا اخوي بصراحة لا بصراحة. تستنى وقتاش ترجع لفرنسا؟ والله نستنى والله نستنى انا نجي ونمشي كهو ان شاء الله ربي معكم وربي مع تونس. لقيت برشا باش تجي لتونس؟ نعم. يعني عندك قداش ما تجيش لتونس؟ لا عندي مش ديما نجي يعني. من اللي خذيت لوريترات وليت نجي ديما. المرة هذه قلقت ياسر قلقت والله بصراحة قلقت والله ثمش حد شيء باهي في تونس خليك الواحد يندم على الجاء وان شاء الله ربي ان شاء الله نعم والله ندمت صراحة ندمت المرة هذه ندمت ان شاء الله 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 تتحسن الامور ان شاء الله وربي يفرج على تونس ان شاء الله ربي يفرج على تفائلي لو ضاع باش تغير الافضل ما فماش بوادر انفراج والله حسب البوادر اللي نسمع فيها انا السيد الرئيس يتكلم يقول لك تو نعمل ونعمل 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 ونا غيان في ما شفنا شيء هو يقول لك انا نحن مش الحرب والفساد وين شكونوا انت رئيس دوله انت تحكم قول لنا شكون هذا اللي فسد هذا والفاسد من هو هو عندي الاسامي مش لي داكور انا ما عنديش الاسامي vous êtes un président ou non انت رئيس ولا مش رئيس كان كرئيس يتكلم قول يا خويا هذا راهو سرق وهذا راهو اختطف علاش تخلينا نحن نحكوا في المواطنين في بعضنا نقول والله ممكن فلان والله ممكن فلان والله ممكن فلان ليش خلينا دون لي دوت قول لي هنا راهو فلان فلان وما بدام انت عندك الادله وعندك تو لي دوكيمون دوفون فو راه قول لنا شكون السارق هذا شكون اللي تحيل على الـ على الـ على الادارات وعلى الـ وعلى البنوك شكون يا خويا احكي لنا وضح لنا نورنا هذا رايي انا رايي رئيس الدوله هو يلزم هو اللي يقول ما يجيش واحد اخر لا تقول لي لا مينيستر ولا بريمي مينيستر ولا غيره يلزم رئيس الدوله يقول راهو فلان الفلاني هاو هز فلوس وهاو ربا ولا هاو تحايل على البنك ولا هاو خذا قروض من غير ضمانات فساد هو مستشري في كل القطاعات وفي كل الميادين وفي كل الادارات وهذا يراه معناها بصراحه لا حول ولا قوه الا بالله هذا معناها اذا كان ما فماش ايد قويه وفيها ناس اخرين يعاونوه في متى يمدوا له العون رغم معناه ما عملنا حتى شيء اذا كان رئيس الجمهوريه هذايا راهو في متى تعرفش كلمك هذايا جاء ضد الفساد اللي معناه استشرق في البلاد يطلع في كل واحد يطلع السياسيين يطلعوا باش يفرضوا قوانين لصالحهم باش ياخذوا فلوس لصالحهم باش هذايا هو اللي صاير في المتى في البلاد صاير معناها كل واحد يطلع في المتى يحاول في المتى انه يقدم يعمل حوايج في اللي صالحه هو.